انت حر، بس كل اللي بتزرعه انت اللي هتحصده، مش حد غيرك. ايا كان اللي انت وصلت له في الكام ساعه اللي فاضلين، ان شاء الله ربنا من عليك بفتح من عنده باذن الله. فانا يا قلبي عايز اطمنك واقول لك ان الانسان في الحياه مش بس بيكافئ على سعيه، احنا عايزين متمكنين. متمكنين لازم تبقى متمكن. انت حر، بس كل اللي بتزرعه انت اللي هتحصده، مش حد غيرك. اسرح براحتك في الحصة، كلم مع اللي جنبك براحتك يا راجل، بلاوش طلع التليفون والعب بيه، اقعد العب في ضوافرك، اقعد بص في السقف، اقعد اعمل اي حاجة، بس ما ترجعش تندم عيوم النتيجة. ماشي؟ عشان انت بتعمله ده عقوق والدين. الحاجة التانية بقى اللي انا كنت مأجلها بقالي شوية عشان اتكلم معاك فيها، ان حضرتك للاسف الشديد وقع في غلطه انا وانا في سنك برضه كنت بقع فيها، بس ما لقيتش اللي كان بيتكلم معايا زي ما انا هتكلم معاك دلوقتي. الثانويه العامه هي اختبار مش امتحان. من اول يوم لاخر يوم امتحانات كله على بعض كده ايه؟ اختبار. في الاخر انت بتاخد نتيجتك تبقى حاجتين، كرم وتوفيق من ربنا ومجموع. طب المعادلة بتاع النتيجة دي قبلها ايه؟ مذاكرة بس؟ يا لهوي، ده المذاكرة بند من ضمن 10 بنود على الأقل. يعني ايه نتيجة ثانوية عامة؟ يعني انا النتيجة بتاعتي مش تيجي على قد مذاكرتك؟ تيجي على قد مذاكرتك وعلى قد حاجات تانية كتير جنب مذاكرتك. عشان ما اطولش عليك الوقت، انا بس يعني ايه هفتح معاك كده مواضيع صغننة. صلي على النبي. حضرتك بس يعني ايه، انا هسأل اسئله الاجابات انت تجاوبها بسرك لنفسك، بس من غير ما تكذب، عشان كده بقول لك ايه سرك لنفسك. هل من اول السنه لحد القعده اللي احنا قاعدينها مع بعض دي، ولحد ان شاء الله لما تخلص الامتحانات، حضرتك كنت من الناس الغشاشه؟ لا لا لا، معلش فكر في سؤال تاني. طول السنه بتحل واجباتك بمجهودك؟ ما جاش عليك ولا يوم في السنة في أي مادة نقلت الواجب عشان تخش الحصة؟ ما جاش عليك عينك تتعمل في ورقة امتحان حصة من زمانك اللي جنبك؟ ما جاش عليك وقت غشيت امتحان تاني؟ ما جاش عليك وقت كذبت وانت عندك قلت انك نسيت الواجب اللي انت اصلا كنتش عامله؟ ما جاش عليك أي وقت قلت أي ظرف ما حصلش عشان تخش بعد الحصة؟ ما ده اختبار ربنا بيختبرك بيه كل أسبوع. طب سؤال تاني، هل انت قيت ربنا في اهلك؟ طبعا انا بقيت، ده انا بقيت اهلي، عمري ما زعلته. طول حصص المنهج بتحلل فلوسه؟ طبعا طول حصه مركز كده زهار، في ناس ايوه بيعملوا كده، وممكن اقول لك عنه كل حصه. عمري في مره ما بصيت لعين من دول اللي بلاقيه عينه معايا وبقه شغال معايا كلمه بكلمتها. وفي ناس عمري ما بصيت لقيته اصلا بص على السبوره. في ناس كده في كل الحصص ده بينام، ده بيسرح، ده بيتكلم، ده بيطرد كل مره بقله تلاقيه. انت من الناس المحترمه طول السنه مفيش حصه الا مركز معاك 100%؟ انت رد على نفسك، ما تردش عليا. حضرتك جه عليك كم مره كنت تعبان ومحتاج تكمل نوم وقمت؟ كتير. في مره كنت تعبان ومحتاج تكمل نوم وعرفت وكملت نوم؟ قصرت. كم مره كنت حضرتك تعبان وعين ورغم ذلك نزلت الحصه؟ كتير. وفي اوقات تانيه او ناس تانيه ما تعبان بلا حصه بلا معلم صحتك اولى. ده في كتير عمل كده وده في كتير عمل كده. بص يا باشا، الثانويه العامه يعني اختبار لاخلاقك واختبار لتربيتك والتزامك. دي اول وظيفه انت امتهنتها، انت وظيفتك من هنا لحد ما تخلص الجامعه طالب بتعملها بنور الله، ربنا يكرمك وظيفه هيكرمك فيها قوي. ايا يكن ايه مسمى الوظيفه اللي انت هتخشها، بس هيكرمك منها. ليه؟ لانك عملت دي بمرض الله. حضرتك بقى
مسكت اول وظيفه وما كنتش على قد المسؤوليه ما تضمنش كرم ربنا في الفتره الجايه. نصيحتي ايه؟ افتكر كده ايه الكلمتين دول. الثانويه العامه مش مجموع بسبب مذاكره، ده مجموع وحاجات تانيه جنب المجموع، ومذاكره وحاجات تانيه جنب المذاكره. اوعى تسقط في الاختبار، اوعى تسقط في الاختبار. واطمنك لو انت من الناس اللي ياما جت على نفسها، ربنا ان شاء الله في الفتره الجايه هيكرمك. ماشي؟ احنا عايزين متمكنين، متمكنين. هل لازم تبقى متمكن تبقى واحد عادي كده؟ لا، لان العاديين دول موجود منهم كتير. ما ينفعش تكون مجرد واحد، زي ما ايوه تقولك سبيشال، يا سلام. زي ما بقولك كده، تبقى انت استثنائي مش زي الباقي، واخد بالك؟ مش حاجة عادية. النسخة الايه؟ الاصلية. انا عايزك بقى النسخة الاصلية. ما تقبلش انك تكون، ودي قاعدة احنا بنقولها دايما بجد بقى مش هزار، سيبك من القفلة اللي كنا قافلناها في الاول دي عشان الناس اللي مش عاملة واجبها، الناس ملهاش لازمة. حضرتك ما ينفعش تكون مجرد طالب، مش حاجة اسمها كده، اللي هو انا واحد من وسط الوحيد. لا، انا الواحد اللي لو غاب الناس تحس انه مش موجود. لازم تكون كده، وده مش عن كبر. لا، في واحد لما يغيب الناس تفتقده، صح؟ وفي واحد لما يغيب ما عادي، صح ولا غلط؟ انت بقى لازم تبقى الواحد اللي لما تغيب يبقى اثرك باين ان في حاجه ناقصه. فما تقبلش انك تكون مجرد رقم. وده هيحصل ازاي؟ انك تشتغل صح، تعمل عمل محترم. املنا في ربنا ملوش حدود، هو الكريم، وان شاء الله هيكرمنا ونرجع مجبورين الخاطر كلنا باذن الله. عايز كل واحد ان شاء الله يعدل النية باذن الله، ويجمع مجموعة كده من النوايا ان هو ان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى حاجة كبيرة. ينفع الكون كله باذن الله، وربنا يستخدمكم جميعا ان شاء الله. ايا كان اللي انت وصلت له في الكام ساعة اللي فاضلين، ان شاء الله ربنا من عليك بفتح من عنده باذن الله. ان شاء الله تنام بدري وتتوكل على الله، وإن شاء الله هترجع كويس بإذن الله، وصدقني إن شاء الله هتكون أحسن مادة من المواد اللي فاتت بإذن الله إن شاء الله. كتير من الطلبة لما بنحب نطمنها إن هي لازم تسعى نحو هدفها، وإن هي لا تتخاذل، وإن هي لا تتقاعس، وإن هي تعمل اللي عليها، بنذكرها بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الكلام ده والآية دي بتبقى مؤثرة جدا في بعض الطلبة اللي شايفة ان هي عملت اللي عليها، شايفة ان حقها مش هيضيع وان السعي بتاعها مش هيروح هدر. لكن بعض الطلبة التانيين اللي شايفين ان انا يمكن ما سعيتش، يمكن ما بذلتش اللي عليا، اصل انا تخاذلت، اصل انا تقاعست، اصل انا اول السنة راكمت، اصل انا قبل كده قلت هل عوض وما عوضتش. فالآية دي ممكن تخوفني اكتر، لان انا ما سعيتش فبناء عليه مش هاخد حاجة. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، أنا ما سعيتش يبقى بناء عليه مش هاخد حاجة أصلا، إني مفيش سعي. فأنا يا قلبي عايز أطمنك وأقولك إن الإنسان في الحياة مش بس بيكافئ على سعيه. قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم. اعمل اللي عليك وما تنساش إن ربنا كريم. فأنت مش مطالب طول الوقت إن أنت تبقى مثالي، أنت مطالب إن أنت تسعى. إمتى وإزاي وفين؟ من رحمة ربنا بينا انه محددش معاد. هو في معاد للتوبة يا ابني؟ لو مفيش معاد للتوبة يبقى من باب اولى مفيش معاد للنجاح، ومفيش معاد للاجتهاد، ومفيش معاد اللي انا لم اللي فات. وقال ليس للانسان الا ما سعى، بس لا تنسى قوله تعالى: اقرأ وربك الاكرم. اجتهد وربك الاكرم، ذاكر وربك الاكرم. فنحن نذاكر يا صديقي لنوفق، احنا بنذاكر وبنجتهد علشان ننال توفيق ربنا. وانا مش بقولك كده يا عمنا علشان تسمع كلامي وتفرح بيه وتطمن تقوم شادد اللحاف ومكمل نوم، انا بقولك كده عشان اوصلك ان طول ما فيك نفس يبقى ما ينفعش احكم على نفسي ان اللعبه خلصت وان انا فشلت وان مفيش فرصه. مفيش حاجه اسمها مفيش فرصه طول ما انت لسه بتتنفس وطول ما انت لسه عايش. واخيرا يا عمنا، فترة المراجعة النهائية احيانا بيبقى فيها فتح رباني، يبقى الكثيرا بيبقى فيها فتح رباني، فحاول تستغل الفتح ده، وخاصة اللي احنا في رمضان، فتستفيد ببركة رمضان. ابذل بقى اي جهد دون التفكير في النتائج يا صديقي. فنحن نجتهد لنوفق لا لننجح. انا معرفش مصدر النجاح عندي ايه، ولا ايه ماهية النجاح، ولا ايه الاحسن ليا. انا بجتهد علشان ربنا يوفقني
بجتهد من امتى ومن فين؟ من لما فوق. فحضرتك دلوقتي لسه قدامي فرصة قادر تستغلها. وكم سمعنا ان كتير من الطلبة جاب فترة المراجعة شد على نفسه مشدة محترمة وقدر يعوض اللي فات. وعلى فكرة انت قدامك وقت تعوض اللي فات. مع ظهور شمس يوم جديد بإذن الله حلمك يبقى في يوم من الأيام زي الشمس كده يظهر لحياتك وينورها كلها. أي حد منكم حلمه كلية الطب البشري فيحب أقولك إنك بتحلم بأعظم وأشرف حلم في الكون. أنت يا صديقي بتحلم بواحدة من أصعب الكليات في الحياة إن لم تكن الأصعب، ومع ذلك وأنت في الكلية وهي حاطة عليك والامتحانات حاطة عليك وكل الناس حاطة عليك في الكلية وحياتك حرفيا ما أنتش عايش، بس على قلبك زي العسل، تحس إن ربنا سبحانه وتعالى بيلهمك الصبر كده وحب الكلية علشان تبقى أنت فعلا الشخص اللي هيساهم في إنقاذ حياة الناس. مهما كانت الكليه صعبه والامتحانات صعبه وانت مش عارف حتى تمشي حياتك جنب الكليه، برضو مفيش طالب طب بيسيب الكليه الا قليل جدا جدا جدا. ده لارتباطنا الشديد بالكليه وحبنا الشديد ليها. كليه الطب البشري من اكتر وافضل الكليات اللي هتفتح لك مجالات في كل حته حرفيا، وهتخليك تمارس هوايتك مهما كانت وتتميز فيها كمان جنب الكليه. اي نعم الوقت ضيق، لكن انت مداركك اصلا بتوسع وافكارك بتبقى اجمل واحسن بكتير من قبل ما تلتحق بالكليه. هتحس انك وصلت لمرحله من النضج عاليه جدا. قبلها كنت عيل بتفكر بدماغ، لكن دلوقتي انت بتفكر بدماغ طبيب. مش معنى كده انك هتبقى جد ومفيش تفاهة خالص ولا في هزار خالص ولا في لعب خالص، لا، في كل حاجة، بس انت تفكيرك في المواقف اللي محتاجة تفكير كويس بيبقى سليم جدا جدا جدا. دايما هتعيش وانت في كلية الطب على امل جميل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. انت هتستنى اليوم اللي هتحيي فيه نفس او حتى تساهم في احيائها علشان يطبق عليك الآية القرآنية ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. ودي الرسالة الاسمى لكل الاطباء في الحياة وبشهادة الاطباء الكبار. لو ربنا قدر لك وساهمت في انقاذ حياه مريض او انت بنفسك انقذت حياه مريض، حياتك حرفيا هتتغير بالكامل نفسيا ومعنويا، وكمان اجرك عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم جدا جدا جدا. فيا صديقي لو انت في ثانويه عامه دلوقتي، فتعبك واجتهادك وكل القرف اللي انت شايفه يستحق. كليه الطب تستحق انك تتعب وتجتهد علشانها. احنا كطالب الطب بشري اكتر ناس بتساعد بعضها، اكتر ناس بتشرح لبعضها، اكتر ناس بتحب توصل المعلومه لبعضها. يعني مثلا تعالى على يوتيوب كده واكتب اي حاجه في الطب البشري هتلاقي 5000 واحد شارحها بالانجليزي وبال عربي وبالهندي بكل لغات العالم موجوده، بالانيميشن بالجرافيك بكل حاجه موجوده. ده لا يمنع ان في بعض النفوس المريضه في كليه الطب البشري فيش كلام، لان دول موجودين في اي حته عادي، لكن المعظم والغالبيه العظمى الناس بتحب بعض، الناس بتساعد بعض، والكوميونتي جميل جدا جدا جدا، وتحس انك مع اخواتك في الكليه مش مع حد غريب.